السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. عندنا شتلة الفل الجيزاني، ولاحظت عليه انه وجود تآكل على بعض الأوراق. طبعا التآكل هذا دليل وجود حشرة، طبعا إذا احنا راح نصنف نوع من الآفات فراح تكون حشرة، يعني نستبعد الأمراض الفطرية إطلاقا. هذه الآثار اللي موجودة على الأوراق هنا هذا دليل وجود الحشرات. طبعا أحيانا الحشرات تكون ألوانها قريبة من نفس لون الورق، فما تستطيع أن تميزها بدقة. أيضا ممكن يكون هناك إصابات أخرى، لكن بالبحث يعني اليوم سبحان الله العظيم أنا أبحث فوجدت أن الزهرة متآكلة كاملة، لذلك ركزت على الزهرة. وبعد التركيز على الزهرة شوفوا وش وجدنا. طبعا يمكن ما هي واضحة لكم اللي هي الدودة، هذه كانت تأكل الزهرة كاملة. لاحظين؟ طبعا راح نحركها الآن. أيضا أنا صراحة سعيد بوجودها عندي، لأنه راح أنقلها على أوراق أخرى وعلى نباتات أخرى، وأشوف يعني هل هي بس يعني ترغب في الجوري في الفل فقط، أو أنها ممكن تأكل أي نبات أو أي أوراق أخرى. هذا من باب التجربة، لكن هذه هي الآن أمامنا، وممكن راح نوديها الآن يعني عند المجهر نعمل لها فحص ونعمل لها تكبير، لأنه الآن ما راح توضح معنا بشكل دقيق، لكن راح نوديها للمجهر ونشوف وش يطلع معنا. هذه ضيفتنا هي موجودة الآن تحت المجهر، وتشوفون عندها أرجل، عندها شعيرات. طيب الآن راح نحاول نشوفها بدون مجهر. راح نحاول نشيل المجهر من هنا، نحركها شوي. تلاحظون سبحان الله. راح نعطيها شوية، عندي بعض أوراق الطماطم راح نحط لها ورق طماطم ونشوف تجاوبها مع الورق. جميل جدا انه احنا نتابعها ونراقبها، وهي سريعة على كل حال. انا غيرت الورقة الان الى ورقة A4، راح تشوفون حركتها الان راح تتحرك بسرعة. تشوفون احنا راح نعرف ان الرأس هو البني هذا والمؤخرة هي الخضراء. ممتع المراقبة.
سبحان الله العظيم. الآن هي راحت لورقة الطماطم، شوف تأكلها ولا لا. طبعا هذه كانت زي ما قلنا على شتلة الفل، وأكلت الوردة كاملة. رجعت الآن لأوراق الطماطم، سبحان الله العظيم. طيب إن شاء الله نكون استفدنا. طبعا هي حشرة ويقضى عليها بالمبيد الحشري العادي. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، وأعتذر على الإطالة.